الثالث لأن المجاز هو طاغوت الفلاسفة. الآن أردت أن تقتل إنسان، تريد تقتل فلان من الناس، ماذا تصنع؟ تعطيه السلاح تقول قاتلني؟ لا، تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله، صح؟ فإذا أردت أن تغلب هؤلاء تقول لا مجاز، انتهوا. أما تعطي السلاح وتقول قاتلني؟ لا. ثم الآن فتح باب شر، لو فتحنا باب المجاز بدأ التلاعب في نصوص الكتاب والسنة، لأنه لو أثبتنا المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في الكتاب والسنة، ولو أثبتنا المجاز في بعض القرآن يلزم من هذا إثبات المجاز في كل القرآن، وبدأ التلاعب. يأتي بعض الناس ويقول هذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز، حتى يصلوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا أحوط. طيب، قد يأتي بعض الناس ويقول طيب عندنا آيات فيها مجاز، نقول لا، هذه حقيقة ليست مجاز. لا يمكن لعربي على وجه الأرض تأتي وتقول مثلا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر، لا يوجد عربي يفهم اللغة العربية يعني عندما تقول له هذا الكلام يظن أن شيخ الإسلام تجري فيه السفن والحيتان وكذا، لا، يفهم سعة العلم. وتقول فلان أسد يعني انقلب إلى حيوان مفترس، لا، فالكلام في هذا السياق حقيقة ولا مجاز، انتهى الأمر. طيب هؤلاء تجد شيخ الإسلام مثلا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، هؤلاء رحم الله الجميع، هؤلاء لا يقولوا بالمجاز، ينكروا المجاز. وتجد في مؤلفاتهم مثل ما نأتي هنا يقول حقيقة ولا مجاز وكذا. لماذا؟ مضطر لأن يتكلم بهذا الكلام، لأن هناك في هذه الأيام من يقول بالمجاز، مفهوم؟ نعم. ولهذا نقول الآن أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي، لماذا؟ حتى ننفي المجاز، وحتى لا يتوهم متوهم أن الكلام هنا ليس بحقيقة. نعم، تعيد. الله ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسمع البصير. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله في الشرح قوله وإن القرآن كلام الله إلى آخره، القرآن عظيم كلام الله لفظه ومعانيه. نعم. قال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال. نعم. ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. وأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. يا أخوانا، لماذا يذكر الرؤية هنا؟ هل هي من الصفات؟ هل هي من الأسماء؟ إذن لماذا يذكر الرؤية؟ كذلك في الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الرؤية، لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة؟
معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء سبحانه وتعالى. لماذا يذكر الرؤية؟ الأصل أن الرؤية قد تذكر في بعض الكتب، أما أنها تذكر في باب الأسماء والصفات هي ليست من الأسماء ولا من الصفات، لماذا يذكروها؟ نعم الشيخ، لأن كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية، لأنه ما يرى شيء إلا وله صفات، فيلزم إذا أنكر الصفات يلزم من هذا أن ينكر الرؤية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى إذن هذا معناه أن له صفات. طيب، إذن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. أدلة الرؤية، الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة من القرآن 7. نعم، من يذكر هذه الأدلة لي من القرآن؟ أدلة الرؤية 7 من القرآن. نعم، حاول. الأول ما ذكر المؤلف، وجوه إلى ربها ناظر، إلى عدها بإلى، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالعين. نعم، لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على الأرائك ينظرون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه 4 أدلة. نضيف إلى هذه الأدلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رآها أولياؤه. ويخوف بعض العلماء هؤلاء الذين ينكرون الرؤيا، يقول: حري بكل من أنكر الرؤيا ألا يرى الله، اتق الله، يعني لن تراني. هذا الدليل يستدل به من ينكر الرؤيا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل على نفسه لزاما أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا ولزاما على شيخ الإسلام بأن يقلب الدليل عليه، يجعل الدليل ضد هذا. لا تدركه الأبصار ولن تراني. لماذا؟ قال: عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، له 600 جناح. أدركه؟ لا، رآه، نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. والثالث وموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله سبحانه لن تراني، طلب وسأل شيء ممكن لكن غير ممكن في الدنيا، ولو كان هذا السؤال باطل أنكر الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء الإنكار على نوح عليه الصلاة والسلام. الأخير: لن تراني ولا تدرك الأبصار، ذكرنا. إذن هذه أدلة 7 من السنة، أدلة كثيرة. نعم، وإجماع الأمة. قال، تعيد: قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. إذن بغير إحاطة يعني لا تدركه الأبصار، نرى لكن دون إحاطة. ولا كيفية، نحن لا نعلم الكيفية، نؤمن لا كيفية تلق به سبحانه وتعالى، لكن هذا الكيفية لا نعلمها. نعم، كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، هذا معنى الذي يقول. نعم، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هيئت لأن ترى ربها. نعم، نسأل الله من فضله. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آمن تهتدي. نعم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله في الشرح: قوله ورؤية الحق، لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم. نعم، لا شك، يعني إجماع الأمة. نعم، كتاب والسنة والإجماع.
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صفوا ليس دونهما سحاب. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره صور المعتزلة ومن تابعهم على الضلال. قال في النهية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الصلاة والسلام. نعم. وأما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده. نعم. وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نورا. قال: نور أن أراه. نعم. أي حالة بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار. وقالت عائشة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذا في اليقظة. أما الرؤية المنامية اختلف فيها الفقهاء العلماء رحمهم الله تعالى على اختلاف في صحة الحديث، والله أعلم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولهذا عندما كان أحد العباد يصلي في الليل في بيته ليس معه أحد، خرج له نور من جهة القبلة ثم اشتد حتى رأى شيئا على عرش، فقال له هذا الذي خرج من النور، قال: أي عبدي فلان، يعني سماه باسمي، سمى هذا العابد باسمي، إنني أنا ربك. فماذا صنع هذا؟ هذا يعني يعرف المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، فبصق في وجهه وقال: اخسأ عدو الله. عرف أنه هذا شيطان، ولا شك إن نفسا لن ترى الله حتى تموت، لن تراني أي في الدنيا. ولهذا يعني لابد نتعلم العقيدة، لأنه قد يأتيك شيطان، يأتيك شياطين الإنس أقوى وأشد من شياطين الجن، لأن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، أما شيطان الإنس لا يذهب. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. وهذا هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم. آمن تهتدي. قال رحمه الله: فمن ران علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، يتجذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لو تخليها بعد الدرس الله يرحم والديك. إيه بإذن الله. جزاك الله خير. علم الكلام هذا الطريق يقول الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم لم يدخل ولم يقرأ ولم يعرف هذا العلم فهو في السلامة ولله الحمد. الثاني من انتهى من هذا الطريق، دخل البحر الخضم وانتهى منه وأصبح إماما في هذا الفن، هذا لابد أن يشهد على أن هذا الطريق طريق ضلال، أنه خاض وانتهى وأصبح فيه إماما. مفهوم؟ الإشكال، كل الإشكال على من دخل ولم يخرج وبقي في المنتصف. ولهذا قالوا أكثر ما يفسد العالم أربعة: نصف متكلم، هذا أخطر واحد، لأنه هذا يفسد العقائد، هذا الذي ذكر المؤلف الآن هنا، نصف متكلم، فهذا نصف المتكلم لأنه يتكلم في الله سبحانه وتعالى. أما الثاني نصف فقيه فهذا يفسد البلدان، وهذا الذي يحدث في هذه الأيام، الخوارج من يرى الخروج والمظاهرات والسب والشتم على المنابر وكذا، ونصف نحوي ونصف طبيب. نعم. متطبب. نعم. يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. نعم. لكن أخطر واحد هذا نصف متكلم. تعيد الكلام. ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ما
خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، أكثر الناس شكا عند الموت نسأل العافية والسلامة هم أهل الكلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية لترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.